يا أستاذ مختار، ونحن نتحدث عن بيان هيئة كبار العلماء والذي يشير إلى جواز عدم إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا. هناك نداءات أيضا من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التي تطالب السلطة الحالية بالإفراج عن كافة المعتقلين، وذلك على غرار ما فعلته السلطات الإيرانية بكافة المعتقلين لديها، وذلك حيث أخرجتهم من السجون خوفا من انتشار الفيروس بداخل تلك المعتقلات. فكيف ترى هذا الأمر وتلك النداءات؟ بالنسبة للنقطة نمرة 2 اللي هي الإفراج عن المعتقلين بصرف النظر عن أي عوامل أو عناصر سياسية في هذه القضية، بالتأكيد هذا أمر واجب ليس فقط إنسانيا، وخاصة نحن نعلم للأسف الشديد مدى الأحوال المتردية والمؤسفة والمعاملة الوحشية التي يتلقاها هؤلاء السجناء أيا كانت بقى اتجاهاتهم السياسية. ده مش النهارده، انا مش همي المسائل السياسيه حاليا، انا همي مسالتين، همي مساله الناحيه الانسانيه والناحيه الامنيه. بالنسبه للناحيه الانسانيه بالتاكيد يجب الافراج عن هؤلاء السجناء، ولكن الافراج برضه مش هيتم ان انت هتفتح لهم الباب وتطلقهم كده، لان دول ممكن يكونوا قنابل زمنيه متفجره، لازم يتعرف مين اللي هو عنده اصابه مين اللي ما عندوش اصابه قدر الامكان. انا عارف ان ده صعب، انما على الاقل برضه انت مش عايز تطلقهم كده بطريقه عشوائيه، يكون حد فيهم مصاب فيصاب الاخرين بنفس الطريقه. وهذا الامر ايضا له ظلال امنيه، لانه لما ينتشر الفيروس، هو احتمال كبير بالمناسبه لما ينتشر في وسط هذه الاعداد الكبيره والخطيره من المسجونين، يعني احتمالات قويه للغايه ان يتفشى ايضا في رجال الشرطه القائمين على امور هذه السجون، ادارتها وتقديم الطعام اذا كان في طعام الى المسجونين وما الى ذلك. فاذا هذه القضيه مفروغ منها سواء انسانيا او امنيا. لو في ناس عندها عقل بتفكر، لابد ان يتم اطلاق سراح هؤلاء الناس بشروط معينه وبطريقه معينه منظمه. هذه هي نقطه السجناء. اما نقطه الصلوات الجماعيه مثل صلاه الجمعه وما الى ذلك، انا شايف ان الموضوع منطقي جدا يا جماعه، يعني ما هوش محتاج الى كثير جدا من التفكير. انا عندي في البيت، عندي ابني عايز يخرج، عنده 21 سنه، عايز برضه يطلع يتفسح وبتاع. قلت له، بيقول لك انت، بيقول لي يعني انت بتهول في الامور. قلت له ايوه انا بهول في الامور، لانه لو الاحتمالات ان حضرتك تخرج تصاب، لو الاحتمالات دي واحد في العشرة آلاف، انا عايز انت ولا حد فينا يبقى الواحد ده من ضمن العشرة آلاف. نفس القصه بطبقها على، احنا بنتكلم عن بلد، وبلد ضخمه كبيره، بنتكلم عن 100 مليون.